بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحملي بحمايتي كفايتي وقايتي حقيقتي برهان حرز اماني. بسم الله. وادخلني يا اول يا اخر مكنون غيب سر دعيتي كنزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسفل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجابي صيانتي نجاتي واعتصم بحبل الله. وابني يا محيط يا قادر علي سوء الأمان إحاطة مجدي سرورك يعز عظمتي ذلك خير ذلك من آيات الله. أعذني يا رقيب يا مجيب واحفظني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بكراءة إغاثتي إعادة معهم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا نافع بآياتك وأسمائك وكلماتك شر الشيطان فإن بغى علي أخذت غاشية من عذاب الله. فنجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظالمين الباغين علي وعوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وخذه على سمعه وقلبه فجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وردتهم عني مذمومين مدحورين بتقصير توقير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فأذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخب إنك من الآمنين بفضل الله. فأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال وزواني فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وآمني يا سلام يا مؤمن صولة جولتي دولة الأعداء بغاية بدايتي آيتي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. والبسني يا جليل ويا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن أيديهن وقلنا حاشا لله. وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك فتنقاد وتنخض وتخضع وليق بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صامد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله. وجملني يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي برفة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار يا قهار سيف الهيبة والشدة والقوة
والقوة والمنعة من بأس جبروت عزته، وما النصر إلا من عند الله. وقدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرة رب، اشرح لي صدري ويسر لي أمري. آمين. بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك. آمين. بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والاطمئنان والسكينة، لأن أكون مع الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور الصبر الذين تدرعوا بثبات يقين. كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، بوجود شهود جنود له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل، وكيف أخاف وما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذين قيل لهم أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب تأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي يا شافي الأعداء والأسواء بعوائد فوائد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تسخير، كلوا واشربوا من رزق الله. وتولني يا ولي يا علي بولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم بالسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وتب علي يا تواب يا حكيم توبة نصوحا، لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واسكني يا سميع يا قريب جنة أعدت للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا نافع يا رحمن يا رحيم، أسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطان نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كبيرا. بحرمة ما نزلت عليه سورة الفاتحة.